خير صبايا، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم رمضان الكريم علينا وعليكم بالخير والبركة والسلام بإذن الله. بتمنى الدعاء لسوريا. رح نبتدي رمضان بالفولكلور السوري الأصيل اللي هو المعروف. بتحسيه ضيف جميل بسفرة رمضان وبسيط جدا، بدنا كلياتنا نتعلمه. خلينا نبدا بالمقادير. بالبدايه بحب انه تختبروا الخميره مشان ما يروح عذابكم على الفاضي. بنحط كاسه مي او كاسه حليب فاتره، بنحط معلقه ونص خميره. هي هي الخميره، ان كانت جافه ولا فوريه اي نوع اختبريها بهالطريقه. بتحطي معلقه سكر لتسريع عمليه التخمير. بس فارت بهالشكل لا تعبي الكاسه مي، حطي نصف كاسه او ثلاث ارباع كاسه. السخونه الزائده للماء يقتل مفعول الخميره، والسكر الزائد كمان بيقتل الخميره. السكر حطي معلقة هون بالماء، والباقي حطيه مع الطحين مع النواشف. حركناها حطينا على جنب خلال 10 دقائق 7 دقائق بيعطيكي هالنتيجة هالفوران. حطيت هون الطحين، بدي اقسمه على مرحلتين. بالبداية بحط كاسة طحين هالكاسة، ما معه شيء نهائي. بدي اعرف صبايا، هون حطيت فقط طحين كاسه. على جنب حطيت كل النواشف مع بعضها، اللي هي 5 معالق بودره حليب، حطيت محلب، حطيت سكر 5 معالق كبار، حطيت يانسون وشمره تعطي طعمه للمعروق بجنن، حطيت رشة ملح، وحطيت معلقة سمن عربي، بتحبي معلقة زبدة. بدي أفرك هالخليط الناشف بأصابع اليد مثل الرمل، تمام صبايا؟ وبنحتاج لنصف كاسة زيت أو 3/4 كاسة زيت. طيب هون الخميرة بهالشكل صبايا، حطيت هون كاسة طحين بهالشكل، شوفي ناقصها لك. وبدي أحرك هالطحين بيصير عندي مزيج سائل شبس بهالشكل ليتجانس مع بعض، وأغطيه وبدي أحطه على جنب نص ساعة بهالشكل. طبعاً منشيل التكتل من نحركه ليتجانس. وعلى جنب لبينا ما نريح هالخليط، هذا الخليط بنفركه، اللي هو حطيت كاستين طحين. بجوز نحتاج شوية طحين، منشوف لبعدين. نبدأ أفركه بأصابع إيدي. حطيت كل النواشف مع بعضها، حتى إذا حبيتي تزيدي حبة بركة داخل العجينة أو سمسم داخل العجينة حطيها. وحطيت 1/4 معلقة بيكنج باودر، وبدي أفرك. كتير بسيط جدا، معروف من أرض ما يكون. هلأ بسكره بنايلون وبتركه على جنب نص ساعة، بده يتضاعف حجمه. فركته مثل الرمل صبايا بأصابعي لحتى يتغلل طعم الزبد أو السمن العربي بالطحين. على جنب بدي أحضر خلطة من أروع ما يكون، قشطة قمر مع سكر عادي مع جوز الهند. القشطة قمر هي القشطة. حضرت حشوة خلطة أجبان، وحضرت تمر مع القرفة ومعلقة زبدة. تقدري تحشيها مربى وجبنة جوز الهند، وهي القشطة وسكر، خلي يكون 3 معالق بالبداية، ويا ريت نعملها قبل بوقت ونحطها بالثلاجة مكشوفة مشان تتبخر السوائل. حشوة كتير طيبة ورح تدعولي عليها.
حتى القشطة بتصير اللي تعلمناها كلياتنا شلون نعمل القشطة المنزلية بتفقيس الحليب. ضاعف حجمه. هلا بنحطها هون كلياتها ونعجنها. حطيت 7 معالق بودرة حليب، راح اعجن خبط لبن. كل ما عجنتي العجينة بشكل جيد بيكون افضل. هذا هو الزيت حطيته، هاي الكاسة ناقصة شوي، وراح اعجن العجينة بشكل جيد. صبايا لو لزقت ما تخافوا ابدا، دليل نجاح المعروكة. بهالشكل العجينة المفروض تكون طرية. عملي باصبعتك بهالشكل، هي هي بكل بساطة. نعطيها الماء لنشوف انه هي وقفت عن استيعاب الماء. بالنهاية بحط معلقة زيت للملمة العجينة بس مشان ما تلزق معنا، وبلم العجينة كلياتها بعد عجنة لمدة 10 دقائق. كل ما عجنتيها افضل. قسمت العجينة بالنص، هلا رح اريحها يتضاعف حجمها، بعدين بشكلها وبرد كمان بريح. بيضتين، هاي هي طبقتين، بدي امدها بشكل مستدير. رقيه القرص اللي بدك اياه، طبعا اذا بدك اياها ساده بكل بساطه بتعمليه. شوات صبايا هلا بنشوف شلون. حشوة جوز الهند صبايا، بدي قسم اعمل جوز الهند بهالشكل. قسم جبنة بهالشكل. هلا بنشوف شلون عبارة عن مثلثات مثلثات. الجبنة لتكون ناشفة بهالشكل. بدي احشي تمر كمان، هذا هو التمر. مع قرفة وجوز بهالشكل. بدي اعمل مثلثات مثلثات بهالشكل. جبنة بدي أرد هون جبنة، بيحبوا الجبنة للسحور كتير ممتازة. 4 مثلثات. هذا القرص الثاني، هاد بدي أسكر فيه الطبقة الأولى، وبعدين بدي أشكله مثلثات بالعود. صبايا بدي أحط هاي فوقها، اتركي 1 سنتي على جنب. بدي اسكر الفطيره، او خليني اقول معروك محشي بهالشكل. هلا بسكره مظبوط. هلا بسكره تمام.
حتى هدول بقدر احشيهم جوز الهند بهالشكل ونعملهم طابات. هلا بنشوف شلون، واسكرهم شي جبنه وشي جوز الهند بهالشكل. خليها ترتاح. حطيت هون بيضة مع حليب مع ذرة نسكافيه تعطي لون مرتب. رح اريحها وادهنها واحطها على فرن محمى مستقن حرارة 180 على الوسط. حبيتي تزيني بمكسرات كمان انتي حب. خلص صبايا، هذا هو شكله النهائي. رح نحطه يرتاح ساعة زمن أو نص ساعة، بعدين نخبز يعطي لمعة. هو سخن، هو سخن يعطي لمعة كتير حلوة بالريشة بهالشكل. طيب صباحي، جربوا الطريقة كتير حلوة. معروف 2016 من جروب مطبخ يلا الحناوي النوامر الدقيقة. خطوة خطوة، وأهلا وسهلا فيك الصبية. تابعيني على قناتي اليوتيوب، مجرد ما تكبسي الزر الأحمر داخل مربع اشتراك راح يوصلك كل جديد. للسحور كتير طيب، شوفوا شلون جبنة هون قشطة. سهولة وبسط. هذا محشي قشطة، هذا محشي تمر، وممكن طبعا شوكولا، ممكن مربى المشمش مع جبنة، ممكن مربى الكرز مع جبنة، ممكن مربى الورد مع جبنة، ممكن تحشي هالمعروك شي مالح بتقلل كمية السكر. وهاللمعة بتجي من دحنه بالقطر بعد ما يكون هو ساخن. ممكن فاضي ما تحشي نهائي، رققيه وبس يطلع سخن ادهنيه دبس، بيعطيكي معروق رقيق، معروق بلدنا، صدقيني نفس طعم معروق سوري. صبايا حبيت افرجيكم هشاشة العجينة، هشاشة العجينة شوفوا بشلون كتير طيب، كتير طيب. حتى بتقدري انتي تميزي المثلثات مثلا اللي بجبنة تحطي له حبة بركة، أو اللي بقشطة تحطي مثلا سمسم، اللي حشيتي تمر مثلا ترشي جوز لحتى تميزي وبنفس الوقت تعطي شكل للمثلثات. هيك بيطلع عندك قالب جميل معروق بعدة حشوات، وممكن من ضمنه سادة كمان، بيطلع كتير طيب شكل وطعم ولا أروع.